في آخر أيام السنة مع أحبائنا بطهي أطيب الأكلات وتزيين المائدة، مع الاهتمام بصغارنا الأعزاء بطقس بارد باحتساء شيء حار وممتع. نستمتع بآخر ساعة السنة ونستعد لسنة جديدة. آلتون كايا كما عودتكم هي ضيف بيوتكم، وبرأس السنة تحاول أن تقدم لكم منتجاتها بجودة أعلى وأجود. كل عام وأنتم بخير. مجموعة شركات آلتون كايا.